اجمل حاجه ببلدنا ان هي شابه، يعني هتلاقي كل العالم بيحسدوا مصر عشان فيها شباب وفيها الشباب بقى مش كمان شباب عادي، لا ده شباب واعي، وفيها ناس بتحلم لمصر وناس عايزه، وخصوصا الشباب يعني برضه عشان ايه نكون واضحين، عايزين يخلوا مصر ديت كده في اعلى مقام، ومصر كده طول السما السبعه. فلما نقول الشباب ونقول ان هم ليهم دور اساسي ودور اولي في ان هم هيبنوا البلد وهم اللي هيرسموا مستقبل مصر الفتره اللي جايه، محدش ابدا يزايد على الكلام دوت، بالعكس لازم نتاكد ان اللي هيحفر دور مصر عظيمه في المستقبل هم شبابها اللي كل الدنيا بتحسدنا عليهم. خلوني بقى ايه ابتدي على طول مع الشباب الجميل، الشباب المصري اللي هو واعي بشكل كبير جدا، واللي وعيه بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو وبعد الاستحقاقات السياسية الأخيرة، هو بيأكد وبيثبت للعالم كله ان هو قادر ان هو فعلا يبني مستقبل مصر ويشارك فيه بكل قوة. خلوني ارحب بديانا بدري مسؤولة المرأة بحملة مستقبل وطن، اهلا بك يا ديانا. اهلا وسهلا. كمان هشام القاضي المتحدث الرسمي لحملة مستقبل وطن ومسؤول تنظيم وسط الدلس، اهلا بك يا هشام. اهلا بيك استاذ صحر واهلا بكل المشاهدين. كمان محمد شوقي مسؤول تنظيم حملة مستقبل وطن في شرق الدلتا، اهلا بك يا محمد. الحقيقة انا نفسي بستمد طاقة ايجابية وطاقة جميلة كده وحالة من التفاؤل والامل وانا بقعد مع شباب بتكلم معاه وبتناقش معاه، وبحس ان هو اول حاجة والاساس ان هو بينتمي الى هذا الوطن بشكل كبير. الحاجة التانية ان هو واعي بمشاكل الوطن، والحاجة كمان الاهم في كل دوت ان هو شايف ان مصر تستحق مستقبل احسن من كده بكثير. نبتدي معاكي بقى يا ديانا، بما ان انا ايه، مع ان انا انت عارفه يعني متحيزه للمراه بشكل متحيز وده لازم، وكمان من قناعتي بان النساء قادمات، يعني ستات مصر هم اللي في صداره المشهد المرحله اللي جايه، مش معنى كده تزعلوا مني ده، ولكن النهارده ستات مصر ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون ليهم دور عظيم في بنى مستقبل مصر. خليني ابتدي بقى معاكي وتقولي لي وانت مسؤوله المراه في حمله مستقبل وطن انت بتعملي ايه؟ هي مش بس الفتره اللي جايه، هي الفتره اللي فاتت كمان يعني كان ليها دور كبير قوي، خصوصا يعني من 3 سنين فاتوا كان ليها دور فعال وكبير قوي، بس احنا الدور اللي جاي بقى انه نوسع اكتر، لو 10 ولا 20% منا 80 و100% منا يبقى ليهم دور اكتر. طبعا احنا بنبتدي نتعامل على مستوى المحافظات كلها، بيبقى لينا ناس في جميع المحافظات، كل محافظة ليها احتياجات عن اي محافظة تانية، يعني الاقاليم غير القاهرة غير الجيزة غير اي محافظة تانية. بنشتغل احنا على طول، بنعمل اجتماعات مع بعضينا، بنشوف مسؤول كل محافظة او مسؤولة كل محافظة عن الفتيات، بنجمع افكار، بنشوف احتياجات على كل المستويات، بنفكر نعمل كورسات تنمية بشرية، ازاي يبقى ليها دور، ازاي تشارك، ازاي ما تخافش، ازاي تقول ليها حق في قوانين محتاجة تتعدل علشانها، ازاي لو عندها مشكلة هي مهمة، هي مش لازم تكون اقلية، هي ليها مكان ومكان كبير قوي وبيسند كتير قوي. مش عايزه ادخل في مواضيع بعينها قوي، بس يعني مثلا احنا الجمعه الجايه ان شاء الله عندنا وقفه ضد التحرش، ومن هنا بدعي ليها انه، وعايزاكي تقولي الهاشتاج بتاعنا الاعدام للمتحرش، لان دي حمله برضو احنا هنا من القاهره والناس ومن نبض القاهره احنا اطلقنا الحمله دي الاعدام للمتحرش. المره دي مش هنسيب حقنا بالزبط. والمره دي كل واحده فينا لازم، ولازم
ان هي تدور على حقها ولازم تاكد للعالم كله ان هي مش هتسمح لاي حد انه يعتدي عليها. مش لازم تخاف طبعا، مش لازم تخاف. وعايزين نبين بس احنا كفتيات او كسيدات او اي مرحله عمريه للمراه، انه مهما كان ممكن الراجل او المجتمع يحس بالقضيه دي، ما يتخيلش كم الاذى النفسي او الجسدي او اي اذى ممكن يحصل لها قد ما احنا نكون حاسينه. عشان كده نفسي ناس كتير من البنات تشارك في الوقفه دي يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 6 في ميدان التحرير، من غير ما يبقى في اي خوف. يعني مش عايزه اي بنت تقول لا انا اخاف اجي علشان خاطر هيحصل فيا زي اللي حصل، يبقى احنا كده خوفنا، يبقى احنا كده سكتنا. ما ينفعش. احنا هنرجع اقوى من الاول كمان. بالظبط، وهي لازم تبقى قويه. لان دلوقتي انا بحس ان المراه بتعمل دور، مش عايزه اقول اقوى من الراجل، دي حاجه طبعا، بس ممكن يكون معادل ومساوي ليه. هي ممكن تدخل اي مجال وتقتحمه وتتحدى، خصوصا لو كان عندها يعني ظروف قهرتها في اي حاجه، يعني اي مرحله من حياتها. بتقدر تتحدى، بتقدر تنجز، وبتقدر يعني يبقى ليها دور. كنا برضو بنفكر ان احنا نعمل حملات توعية، يعني مثلا زي سرطان الثدي، حملات في القرى والاقاليم بالذات، ازاي تبقى هي قادرة تكتشف ده بدري، ازاي هي تبقى قادرة في البيت يبقى تعمل خطوات معينة تعرف تتابع نفسها. يعني انتوا شغالين على محاور كتيرة، مش بس محاور التوعية السياسية بحقوقها وبواجباتها، ولكن انتوا برضو توعية صحية، توعية اكيد بتشتغلوا على العلم، على التعليم ومحو الامية. بالظبط. وممكن مثلا تبقى عندها هدف انها تتخرج وتبقى تقف عند المرحلة دي، لا، انك لازم تبقي مشاركة، ولازم تفعلي بقى اللي انت درستيه وتطوري وما تخافيش. وكمان كنا بنفكر كمان من ضمن الحاجات اللي احنا لسه بنبتديها، انه يبقى في تكريم لبعض النماذج للمرأة اللي انجزت، يعني ككاتبات صحفيات او ممثلات او مثلا المرأة اللي بتعول، بيبقى في نماذج كده مكافحة، بحيث لما يبقى في تكريم او في تشجيع هي تشوف انه ده في قبلي نفع ينجز، عرفت تتحدى، عرفت، يبقى في امثله هي تبقى بتمشي يحتذى بيها. برافو عليكي. هشام، انت المتحدث الرسمي لحمله مستقبل وطن، دي مسؤوليه كبيره. كلمه مستقبل وطن، يعني عارف الوطن ده شيء عظيم جدا، وكلنا النهارده وكل واحد فينا بيحاول ان هو يقدم ما يثبت انتمائه الى هذا الوطن العظيم. انت بقى بتعملوا ايه وانت الحمله دي ايه الهدف منها في بناء مصر الفتره اللي جايه؟ كلام جميل جدا. اولا انا بحيي حضرتك على استضافتنا النهارده، واحتاحت الفرصه لينا من خلال منبر اعلامي جاد ومحترم زي نبض القاهره، وبحييكي دايما لانه في فكره، وده اللي احنا محتاجينه في الوقت الراهن، ودعم لكل الشباب الجاد وكل الافكار الجاده عموما، وده شيء مهم جدا. اما عن حملة مستقبل وطن، فحملة مستقبل وطن حملة انشئت وتم تدشينها لدعم خارطة الطريق على مدار عام، بداية من الدستور، مرورا باستحقاق انتخابات الرئاسة، ثم انتخابات البرلمانية، ثم المحليات. ده الهدف الاول استاذ صحر. الهدف الثاني هو دعم الشباب المصري نفسه، هو دعم فكرة تمكين الشباب، ولكن احنا بننادي هذه المرة بتمكين الشباب مش وفق شكل بس، احنا عايزين وفق مضمون، وفق آليات. عايزين تمكين الشباب بعد ما يتم تدريبه وتثقيفه وياخد دورات في إدارة الأزمة، دورات في الإدارة المحلية، دورات في التنمية المحلية، دورات في كيفية إدارة المؤسسات بتفاصيلها المختلفة. لذلك أنا من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج بتاع النهارده عايز أقول حاجة مهمة جدا. القضية دي على وجه التحديد محتاجة حاجتين مهمين جدا لا غنى عنهم، ما يقدروش يستغنوا عن بعض. إرادة حقيقية ورغبة حقيقية من الشباب، وإرادة حقيقية ورغبة حقيقية من الدولة. لازم الاتنين يكملوا بعض. لذلك أنا بقدم دعوة لكل الشباب المصري النهاردة من خلال هذا المنبر الإعلامي المحترم، إنه يكون له دور الفترة اللي فاتت. إحنا كنا أعضاء في حملة المشير الشيفي،
هنا كنت انا وزميلي الاستاذ محمد نشرف باننا كنا عضو اعضاء لجنه الشباب بحمله المشير، وكان معانا طبعا الزميل العزيز الاستاذ محمد بدران وكان عضو المكتب السياسي. انا بقى بناشد كمان اعضاء حمله السيد حمدين صباحي، وبناشد كل التيارات الشابه اللي موجوده وكل الحركات الشابه. لابد من وجود شباب الاحزاب طبعا، لابد طبعاً من وجود جبهه موحده قويه موجوده في الشارع، لان دي هتكون راس الحربة. لان النهارده انت داخل على انتخابات البرلمانيه، والبرلمان هيكون احد اهم اجنحه الرئيس والنظام القائم، هيكون البرلمان والوزاره. فلذلك لازم يكون برلمان قوي وبرلمان شاب وبرلمان حيوي، ما يكونش برلمان في الستين والسبعين وانت طالع. احنا لازم نعترف ان احنا ما زلنا في اطار البرلمان الخدمي. مين ده اللي هيروح يخلص علاج عنافة الدولة للناس، ويفكر في المستشفيات المستشفى العام وتطويرها، ويفكر في تطوير التعليم الى جانب طبعا التشريعات؟ لازم يكون في شاب قادر يتحرك، يعني فاهمان ازاي حضرتك؟ لذلك انا بقدم دعوة من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا المنبر لكل الشباب لعمل او لانشاء جبهة موحدة في الشارع. على فكرة دي فكرة بدران، يعني دايما كان يتكلم محمد بدران في انه احنا مش عايزين مستقبل وطن تكون بتشتغل لوحدها، احنا عايزين نعمل لينك مع كافه التيارات وكافه الحركات الموجوده في الشارع، المحليات للشباب، 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه، كل الحركات اللي موجوده في الشارع، زي ما بنحاول نعمل ده دلوقتي بشكل جاد جدا وبشكل مدروس. حمله مستقبل وطن حمله شابه منسقها 23 عام محمد مصطفى بدران رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر، ثم عضو لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية عن الشباب. عمل حملة وضيفي هنا على طول، وضيفي جسمار طبعا وانا بحبه جدا، يعني دي ما تنساهاش. الحقيقة انت من اشد الداعمين استاذ صحر لكل الشباب المصري، يعني كل الشباب الجد عموما، يعني ودي حاجة انا بحييك عليها حقيقة. احنا عايزين كلنا، عارف احنا يعني احنا في لحظة لابد ان كل الناس تتوحد، ولابد ان احنا كل واحد فينا يقدر يعمل حاجة للبلد. صحيح. ما يتأخرش بأي شكل من الأشكال. صحيح. الحملة عملت كثير جدا من الفعاليات الفترة اللي فاتت على مدار 6 أشهر، بدأت من شهر 12، بقى لها حوالي 6 أشهر تقريبا في الشارع، موجودة على مدار ال 27 محافظة وفي كل أنحاء الجمهورية، 64 ألف شاب تقريبا، أكثر من 52 مقر. كثير من الفعاليات آخرها الفعالية اللي موجودة عبر الشاشة دلوقتي، ودي شكرا سيد الرئيس، كانت لتكريم الراجل المحترم اللي أضاف لمصر خلال هذا العام واللي يستحق التقدير والاحترام والإشادة، الرئيس السابق عدلي منصور، هذا الرجل المحترم اللي خلينا أقول برضو حاجة مهمة قوي حصلت في اللقاء الأخير أو في خطاب الرئيس السيسي الأخير، لما نزل ووصله لحد السيارة، وقف لحد ما ركب السيارة الرئيس عدلي منصور ومشي، ده استعادة وإشارة مرة تانية الأخلاقيات ومثل وقعت في الطريق على مدار الثلاث سنوات الماضية. لذلك أنا بحيي الرئيس السيسي على ده، دي إشارة مهمة جدا للشباب وللناس كلها لاستعادة هذه القيم والمثل مرة أخرى. صحيح، برافو عليك محمد. أنت مسؤول تنظيم حملة مستقبل وطن في شرق الدلتا، وده جميل قوي إن احنا نسمع عن ناس بتتكلم على المناطق او الحتت البعيدة اللي هي ما كناش حاطينها في حساباتنا. احنا بس كنا ما بنعرفش الا القاهرة والجيزة، لكن اهلنا وشعبنا اللي في اي مكان تاني دول يا عيني بقى على ما تفرج للأسف يعني. فقولي بقى انت بتعمل ايه وايه معنى شرق الدلتا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضرتك برضو على الاستضافة. انا اللي بشكركم يا جماعه، والله انا اللي بشكركم، وانتوا نماذج للشباب لازم يحتذى بيه، وبالعكس انتوا كمان، لان في زيكم كتير مش عارف يعمل ايه، فلما يلاقوا اللي زيكم يقول لكم انتوا لازم تيجوا ولازم تنضموا لنا عشان نعمل وندخل في كيانات فعلا تفيد البلد، يبقى احنا اللي لازم نشكركم. اتفضل. هي البدايه كانت هي اللي كانت صعبه بالنسبه لنا شويه، توزيع المناطق وتوزيع الاقاليم. دايما بنسمع عن الدلتا وعن القناه وعن شمال الصعيد وجنوب الصعيد. الفتره اللي فاتت دي من عمر البلد كانت تلاشت اصلا التصنيفات بتاعه التقسيمات الاداريه بتاعه الجمهوريه، ما كان بعيد قوي ان احنا نقول احنا دلتا او الصعيد او القاهره الكبرى. حاولنا ان احنا نرجع قيمة القطاع، لان القطاع ده لو في نواحي اجتماعية ونواحي اقتصادية جوه القطاع الواحد هتتلاشى مشاكل كتير جدا. فاحنا حابين ان احنا نكون على مستوى الجمهورية
كاملة موجود حملة مستقبل الوطن. كان صعب في الأول التنسيق لأن 27 محافظة كان مفروض يتابعهم لجنة مركزية عشان يكون الشغل أسهل، فقسمنا الحملة لقطاعات لسهولة عمل الحملة. قطاع الدلتا اتقسم لقسمين، وقطاع الصعيد اتقسم لقسمين، وقطاع القناة، وقطاع العاصمة اللي بيبقى القاهرة والجيزة، وفي قطاع لشمال سيناء وجنوب سيناء. الميزة اللي احنا بنتكلم فيها ان ما فيش محافظة في مصر ما فيهاش هيكل تنظيمي يتبع حملة مستقبل الوطن في عز المحافظات الاكثر ارهابا وعنفا في سيناء، محافظات الابعد في الصعيد، كل المحافظات موجود فيها مستقبل الوطن. بدايتنا كانت عبارة عن تجمع شباب طلاب اتحاد طلاب، انا كنت رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها 2012 قبل استاذ محمد. قدرنا ان احنا نقعد مع بعض فترات طويلة في العمل العام جوه الجامعات، حاسين ان كانت ازمة الجامعات هي اللي بتحركنا، ايه اللي ممكن نقدمه في ظل العنف اللي موجود، وازاي يتقال على دي تبقى دي صورة طلبة جامعات مصر قدام العالم كله، اللي بيرمي طوب واللي بيكسر واللي بيبوظ جامعته واللي بيهين استاذه واللي بيهين الدكتور واللي مش مهتم اصلا ان يبقى في عملية تعليمية صحيحة. واحنا عارفين ان اساس تقدم اي بلد جاي من التعليم، فقدرنا ان احنا ننسق مع بعض قوى طلابية واتحادات طلابية على مستوى محافظات مصر كلها، وقدرنا نجمع بعض ان احنا نعمل حاجة للبلد في الفترة القادمة ودعم خارطة الطريق. فكانت فكرة محمد رئيس اتحاد طلاب مصر ان احنا ازاي يكون في تجمع وتكون شبابي يقدر يخدم البلد في المرحلة دي في الاستحقاق السياسي. الاول كان الدستور والانتخابات الرئاسية والانتخابات مجلس الشعب. كان عندنا مشكلة في المشاركة السلبية، ان معظم الشباب كان رافض المشاركة لانه محبط، كان الاحباط وصل لقطاع كبير طبعا جدا من الشباب، لانه ما حسش ان في حاجه اتعملت بتلبي رغبته في النزول في اول في ثوره 25 يناير. احنا في الفتره اللي فاتت كنا شغالين على ده جدا وعارفين ان المشاركه قليله، قدرنا ان احنا نكسر الموضوع المشاركه السلبيه، بقى في مشاركه ايجابيه. ممكن ان احنا العدد اعضاء مستقبل الوطن في المحافظات اللي تعدى ال 50,000 اقل من سن العشرين او يتجاوز سن العشرين ببعض السنوات، فقدرنا ان احنا نجمع الشباب اللي هو لسه عنده امل انه يعمل حاجة للبلد. قدرنا نكسر موضوع مشاركة سلبية، بقت مشاركة ايجابية. في الفترة اللي جاية نفسنا ان احنا نقدر نكون عندنا مشاركة متحيزة لحملة مستقبل الوطن، نفسنا في البرلمان القادم يكون في نواب باسم مستقبل الوطن، باسم شباب مستقبل الوطن، بنفس اهداف مستقبل الوطن، وان احنا بندعي الناس ان هم يدعموا شباب مستقبل الوطن في محافظتهم. شباب مخلص جدا، ما كانش محتاج في الفتره اللي فاتت دي غير انه يثبت ان شباب مصر موجود، شباب مصر بيشارك، شباب مصر عايز يبني، شباب مصر نفسه يشوف دوله ديمقراطيه وحره وقويه اقتصاديا وقويه اجتماعيا. نفسنا ان احنا نتعاون مع جميع شباب مصر في الحلم ده. اظن الحلم ده ماهوش بتاع لا حزب ولا بتاع طيار معين ولا بتاع فئه معينه من الناس، ده حلم لكل المصريين ان احنا نشوف دوله قويه، دوله فيها سلطات منتخبه، دوله فيها سلطات بتسمع لراي الشعب، دوله فيها شعب بيرجع قيمه واحترامه اللي احنا افتقدنا الفتره الاخيره، القيم والاحترام والاخلاق. قدرنا ان احنا نرجع مفهوم القيم لجميع الناس، مفهوم الاحترام للشباب. مش هيحصل اللي شفناه في الفترة اللي فاتت في الميدان، ولا في موظف هيرتشي، ولا في موظف هيتأخر عن عمله، ولا في طالب هيهين مدرسه، ولا في دكتور هيدي دروس لطلبة عنده فيتأخر مستوى تعليمهم لأن الجامعة دورها تراجع، المدرسة دورها بيتراجع. قدرنا إن احنا نرجع مفهوم القيم ومفهوم الاحترام ومفهوم الوطنية بمعناه الكامل لكل فئات الشعب. قدرنا إن احنا نبقى دولة قوية اقتصاديا، دولة قوية اجتماعيا. برافو عليك. ديانا طمنيني بقى، عدد البنات اللي هم هيبقوا في صدارة المشهد، واللي هم بقوا في صدارة المشهد طبعا في كل استحقاق كان سياسي كان بيحصل، واثبتوا ان هم فعلا بقدر المسؤوليه في ان هم يبنوا الوطن ده. فحمله مستقبل الوطن عدد البنات قد ايه؟
احنا لينا في كل المحافظات، يعني احنا لينا في القاهرة، مش هقدر احصر لك العدد، بس احنا في بس طمنيني قولي لي اكتر من الشباب عشان ايه يعني كده يعني عايزه اقول لك لا لا مش هقول لك لا انا اعترفت من قبل ما نبتدي مش عايزه اقول لك يعني ونجيب سيره الانتخابات ونشوف بس خلاص هي ردت عليك بالظبط كده يعني انا كنت بعدي بين اللجان اشوف اعداد رهيبه من السيدات طبعا يعني ولجان السيدات اثبتت ان هي ليها دور ده حقيقي احنا يعني احلى حاجه فينا ان احنا متوزعين على محافظات الجمهوريه تملي لينا اجتماعات دوريه احنا عايزين انه يعني يكون في مشاركه معنا دي دعوه مفتوحه بص للكاميرا دعوه مفتوحه وقولي لكل البنات وكل الفتيات اللي هي ممكن انتوا بتاخدوا يعني العضويه دي لحد سن كام ولا مش فاهمه يعني ممكن تقبلوني يعني معاكي نوري طب ده كلام جميل نديكي مسؤوله المراه ده كلام جميل لا مش عايزه مسؤوليه انا هبقى فرد زيكم لكن وجهي الدعوه لكل الدعوه مفتوحه لكل الفتيات للمشاركه معانا انها يبقى ليها دور قوي جدا تكمل معانا هي ابتدت تكمل وللي ما ابتداش معانا الدعوه مفتوحه مقرنا مفتوح بنرحب بيهم ومشاركتهم في جميع المحافظات انتوا ليكوا اماكن يعني مثلا الناس تقدر تتواصل معاكوا ازاي ليكوا مثلا موقع على طبعا يعني عرفي الناس اللي هي الادوات اللي ممكن عن طريقها يوصلوا لينا حمله مستقبل وطن على الفيسبوك لينا مقرات كتير يعني وقريب ان شاء الله 27 محافظه كل المحافظات وفي المراكز في بعض المراكز عدد كويس قوي مقرات كتيره قوي وقريب ان شاء الله يبقى لنا بورشوز وحاجات يعني نقدر نوزع لجميع المحافظات معلومات وبيانات عننا وعن مقراتنا وعن ادوارنا وعن كل حاجه بنقوم بيها علشان احنا نحب مشاركتهم بصي هو انا بشوف يعني ده رايي ممكن انتوا يعني تاخدوه او انا بشوف ان انتوا تتجهوا فعلا للصعيد للبنات في الصعيد لان دول ما حدش دريان بيهم وقعدوا عادوا سنين طويله من التهميش ومن يعني والبنات في الـ في الـ في القرى دي بنات اكيد عندهم من القدرات ومن المواهب ومن العلم ومن كل شيء جميل بس بيبقى يا عيني محتاجين اللي يظهر الكلام دوت او اللي يديهم فرصه ان هم يطلعوا الطاقه اللي عندهم دي في المحافظات البنات اللي في المحافظات اللي في الصعيد في القرى بتاعتنا في وجه بحري دولت يعني يعملوا ايه دول ممكن يكون مش هيستخدموا مثلا الفيسبوك والحاجات ديت بشكل يعني بشكل كبير زي مثلا الناس هنا ولكن دول ممكن يوصلوا لكم ازاي احنا اللي بنوصل لهم عن طريق الحملات يعني عن طريق ان احنا مثلا نبقى حاطين مراكز معينه بتعملوا مثلا قوافل مثلا بصي اكترها ان شاء الله الوقت الجاي كويس وانا هكون بنزل ان شاء الله بس احنا بدانا فعلا يعني في مؤتمر في الصعيد كان اسمه تقريبا نبض الصعيد تحت شعار نبض الصعيد يا باشمهندس حاجه صوت الصعيد وده كان بيضم كل محافظات الصعيد في الغردقه كان في الغردقه كان مؤتمر رائع جدا تدريبي تثقيفي كان في مجموعه من الفتيات هايله جدا انا اطمنك طبعا ان اصلا مجموعه البنات في الصعيد من انشط البنات الموجوده لا ده الا بقى البنت الصعيديه دي ده موضوع كبير المراه الصعيديه شمال سينا وجنوب سينا من انضج البنادق اللي موجوده في حاره مستقبلات وتقادم مستقبلات انتوا بتشوفوهم في الجامعه يا جماعه ما هو انت بيبقى جنبك زميلاتك وزمايلك ثوره 30 يونيو المجيده كان فتيل الثوره السيدات والنساء ده حقيقه فعلا 25 برضه يعني 25 طبعا ما فيش شك لكن انا اقصد يعني اتشجعوا اكتر كانوا فعلا موجودين بكثافه انا كنت دايما في كل ميدان اروح فيه واشوف اقدم تحيه لهوانم وفتيات مصر اللي موجودين لان كنت بشوف العدد موجود بكثافه كبيره جدا لا خايفين من تهديدات بالضرب ولا خايفين من تهديدات بالموت ولا خايفين من تهديدات بالتفجير وطلعوا بكثافه استاذ صحر انت عارفه في استحقاق الدستور اللي طلع من السيدات كان قد كام كام في الميه من 58% عدد رهيب يعني انا مذاكره كويس عدد رهيب يعني تحيه فيهم فعلا ليهم ودعوه ليهم ان هم يكملوا بقى المشوار طبعا هي فعلا زي ما انتم بتقولوا يعني الطريق احنا لسه يا جماعه بنبتدي الطريق لازم كل واحده فيكم تعرف وكل واحد فيكم يعرف ان
البلد دي مش هتتبني الا بايديكم انتوا. صحيح. احنا فعلا العالم كله بيحسدنا على ان مصر، اوروبا وامريكا ما فيش شباب. يعني هتبصوا تلاقوا، وانتوا اكيد انتوا دارسين وقاريين كويس، احنا عندنا فعلا يعني ثروه غير يعني غير موجوده عند اي حد تاني. صحيح. فازاي احنا ما نستفدش بيها؟ صحيح. وخصوصا ان انتوا النهارده على درجه عاليه جدا من الوعي. انت فاكر الشاب مثلا اللي في عمرك مثلا في امريكا ولا في، هو قاري السياسه وفاهم وعارف ايه اللي بيحصل لحواليه والكلام ده؟ المساله على فكره مش كده خالص. الشاب المصري يعني مش عايزه بقى، يعني انتوا تقولوا بقى، تقول لي بقى كمان خلال الفتره الاخيره دي اللي ما كانش بيتابع ولا ما كانش بيقرا ولا ما كانش بيفهم، ده الطفل دلوقتي عارف بقى الموضوع. بقوا عارفين وعارفين ومتابعين الثوره وحاجات كتير قوي اكتر. صح. الاحساس بالمسؤوليه واحساسك ان انت بقيتي في مشكله حقيقيه خلى مجموعه كبيره من الشباب تحس ان المستقبل لو ما شاركش فيه بيضيع. فاحنا بنتكلم ان احنا عايزين نبني مستقبل الوطن ومستقبل مصر. فمش هيبني وانا قاعد بتفرج على التلفزيون او قاعد بسمع حد بيتكلم باسمي او قاعد في البيت وحد تاني بيختار لي مستقبلي. المشاركه هنا هي اللي مخليه شباب مستقبل الوطن يكون على قدر عالي من الوعي. لما حس بمشكلته قرر انه يشارك، قرر انه يدعم خريطه الطريق، قرر ان هو يقف ويختار بنفسه اللي يقدر يحقق طموحاته، سواء انه يقول نعم او لا في الدستور، سواء انه يقول المشير الرئيس السيسي او السيد حمدين صباح. انا قررت ان اشارك، قررت اقول صوتي، قررت ان انا اقول لمستقبلي عايز يبقى يمين ولا شمال ولا بانهي اتجاه. انا هنا الاحساس بالمسؤوليه هو اللي بيخلي الشباب هو اللي يقدر يقول رايه بكل صراحه. الاحساس بقى المضاد بالاحباط هو اللي بيخليها تراجع. احنا ده الحمد لله ما قدرناش، حاولنا انه ما يوصلش لبعض الشباب، حاولنا ان احنا نشترك معاهم في فعاليات كتير طول الفتره اللي فاتت من بعد 30/6، ان احنا بننزل بنشارك بنفسنا. يعني انا افتكر في الدستور نزل شباب مستقبل الوطن امن لجان التصويت مع الضباط الداخليه وضباط الجيش، ووقف بنفسه في الوقت الضغط اللي كان الناس كلها خايفه تنزل فيه، نزل يامن اللجان. في الاستحقاق الثاني نزل برضه وقف قدام اللجان يساعد الناس ويطلع لهم ارقامهم من الكشوف الانتخابيه. في اي فعاليه بيكونوا هم عايزين يعملوها بدا ان هو يشارك. انا مثلا احنا بنفكر هنعمل يوم الجمعه للتحرر، في اصلا بكره في الشرقيه الناس بدات بيشتغلوا حتى اسرع. الاقاليم مش زي ما احنا فاهمين ان القاهره مركزيه هتشتغل، بداوا بكره مجهزين وقفه لا للتحرش في ميدان القوميه في الزقازيق. مجموعه البنات بتوع الشرقيه قرروا ان هم يشتغلوا ويدعموا الموضوع في المنطقة بتاعتهم الأول، بعد كده يتجمعوا كلهم كما مع محافظات مصر كلها يوم الجمعة. احنا المشاركة عندنا زي ما حضرتك قلت لك يعني تتولد من الإحساس بالمشكلة وإحساس بالمسؤولية وإحساس إن في وجع موجود في قلب البلد مش هيتحل غير لما احنا كلنا نكون متكاتفين لحل المشكلة. مش مهم نكون متكاتفين لاختيار مين، بس احنا هدفنا كلنا إن احنا نحل المشكلة. هي كمان عايزه اقول لك ان يمكن كمان الاعلام بيبقى مقصر في انه بينقل الشغل اللي الناس بتعمله في المحافظات. يعني زي ما انت بتقول، ما هو انتوا عاملين فعاليات في المحافظات، بس ممكن يكون برضو الاعلام بيركز بس على المناطق اللي هي المناطق اللي هي دايما بتبقى هي عليها التركيز، القاهره الجيزه الحاجات دي. ولكن بس انتوا واحنا يمكن برضو احنا الاعلام لازم يتغير في ان هو لازم وبادئ اهو يعني الحمد لله. هي الشكوى التانية بقى اللي هو ممكن يكون بينقل الجانب السلبي ويتغاضى عن بعض الجانب الايجابي من بعض المشاركه بتاعت الشباب. يعني انا اقدر ان انا ادعي بكره لمظاهره ضد حاجه مش مهم ضد مين، وهلاقي فيها تغطية اعلاميه كبيره. لكن انا لو دعيت لحاجه مع حد ايجابيه بحس ان انا واقف لوحدي. احنا لما نقول احنا مثلا عايزين نعمل حاجه مفيده للبلد هتحس ان انت، لكن لو هكسر حاجه كل الكاميرات بتبقى قدامي عشان تصورني وانا بكسر. احنا ده اللي احنا عايزين. يعني حتى سيادة الرئيس ما كان بيتكلم عن مشاركه الاعلام واحنا معاه كنا بنتكلم في النقطه دي، ان هو ايه الايجابي ندعمه.
وانا ما قلتلكش ما تنقلش لو شايف حاجه وحشه وعايز تنقل. انا مش ضد حريتك في انك تنقل، بس طب ليه انت ما بتنقلش الحاجه الكويسه بس الكويسه مع وتزود منها يعني تدفع؟ يعني احنا برضه حاسين ان في تقصير في ده. لا انا معاك في ده، انا هخليك تقولي كل حاجه بس هيبقى عندنا فاصل لازم اطلعه وبعدين عشان ايه نقول بقى كلام كبير بعد الفاصل. خليكم معانا وشباب مصر اللي هيبني مصر بعد الفاصل.